قام الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف يرافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بافتتاح المجمع الاسلامي الكبير بمدينه الدخله بالمحافظه. وتتوالى المشروعات وتتجلى إنجازات الدولة المصرية في مختلف القطاعات وكافة المحافظات، فعلى مساحة 1700 متر وبتكلفة تزيد على 25 مليون جنيه، وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان أحدث وأهم صرح إسلامي بالواحات الدخلة، المجمع الإسلامي الكبير، بما يشمله من ملحقات وخدمات تطال غالب مناحي حياة المواطن. هناك اهتمام فعلا بالمحافظات الحدودية والمحافظات النائية، وهناك اهتمام بفكرة المسجد الجامع على هذا المستوى الذي نراه بمفهوم المسجد الجامع، يضم إلى جانب مصلى الرجال، مصلى للسيدات، مكتبة، قاعة مناسبات، ضل تحفيظ القرآن الكريم. هذا هو أهم وأكبر صرح إسلامي في مدينة الدخلة، والحقيقة أنموذج لما يجب أن يكون عليه العمل بناء المساجد وقودها الجديد. وضعنا حجر الأساس في 5/8، خلصنا رسومات والتعاقدات، والحمد لله بالتعاون مع وزارة الأوقاف بين المزارة والمحافظة وأهل الخير الموجودين في الوادي الجديد، الحمد لله تم إنشاء هذا الصرح في لا يزيد عن 20 شهر. طورنا الميدان بحيث أن هذا المكان يكون مجمع إسلامي إن شاء الله. مع الوزير وعدنا أن نحتفظ فرع لمعهد الدعاء، نعمل فيه مركز اسلامي، يبقى مركز اسلامي فيه عيادات، يبقى خدمه المجتمع فعلا من هذا المسجد الجامع على مستوى مدينه الدخله. الصوره بابعادها وبمختلف زواياها تعكس وصف المشهد الذي بات عليه الوادي الان في ظل قياده سياسيه اولت المناطق النائيه والحدوديه الاهتمام لتحقيق غد افضل، فما كان سوى ازداء التقدير لمن هو للتقدير اهل. اشكر السيد الرئيس على مجهوداته وعلى تنمية المجتمع، خاصة على أرض الوادي الجديد وعلى في مجتمع بعيد عن محافظة القاهرة، فبشكره جدا اهتمامه بينا. هو مجمع جميل صراحة، وما كناش متخيلين المبنى بالحلاوة دي والجمال ده. بنشكر السيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير والسيد اللواء المحافظ، وهذا المبنى ده يعني حاجة بصراحة جميلة من عند ربنا، وما نقول إلا الحمد لله رب العالمين. الحداثة والتطوير وإن كان مهمان ليتماشى مع مصر الناهضة، لكنهما ليس الغاية بقدر الإنسان صاحب عظيم الاهتمام، فلا أمة تنهض بغير شعب واعي. في وقت تتجه فيه أنظار الدولة المصرية إلى حياة كريمة للمواطنين البعيدة مسافة بمئات الكيلومترات عن العاصمة الوادي الجديد، تحظى بتنمية تصاعدية في المجالات كافة، ضمنها بناء وتشييد المساجد على الطراز المعماري الفريد كالمركز الإسلامي بمدينة الدخلة، والصورة أبلغ دليل. من مدينة الدخلة، وليد هيكل، النيل.